شكون؟ أنا جوز 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 الحاج جوز مرحبا. تفضل ريح تفضل. لا إله إلا الله. واش بيك غير الخير؟ يا وقت النستر لحمي قعرة ويتح فيا وزيت عندي ذيقة. معليش الحاج معليش روح نشوفوك وما تقلقش. قول لي كاش ما عندك مرض كرونيك؟ حبيت نقصد لك مرض مزمن. يا وعندي كاع المرات على الدنيا، عندي السكر عندي لاتونسيون عندي الضيقة عندي لاكوت وزيد 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 كما قالوا لنا الزمان. ايه اذا ولات العين تدمع صح والكراع يخمع كاينة والكرش توجع والفم يبلع والوذن ما تسمع ما قالك حتى اطمع في هذه الدنيا. لا 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 يا الحاج ما زالت البركة ان شاء الله وما تقلقش. قول لي واش ما المرض جيتني به اليوم؟ يا ودي المرض راه كاع عندي وين تمس كاين السطر. خلاص خلاص ما تقلقش روحك، هيا هيا معايا تشوف روح نفحصك وان شاء الله نشوف ندير لك تعيارات وراديوات وتعود ان شاء الله تخرج منا تبون بيك البارون تاع الرجلي يرزيك لي هذاك الكبير ان شاء الله ان شاء الله. اي كرشي. قول لي الحاج اي ورا ويسطر عليك وين عندك السطر؟ في كرشي في كرشي. حسنا تشوف اي اطلق يدي. واش بها يدك ثاني؟ يدي 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 وري شوف. اي هو في بالي صبعك مكسره يا الحاج، على هذيك هو راك تمس فيه في لحمك يسطر. ما مكرشك راهي ما تفخا جاب لي ربي سيلي غاز هذا. هو احكي لي واش صرالك. راني في حاله يا طبيب راني في حاله. ايه ساعه بعد ما فطرت القيره شعلت في كرشي احسب الحرب تاع الاوكراني والروسي. يا طبيب يا طبيب البومبات الصواريخ كاع راهم داخل في كرشي. يا طبيب راني في حاله. ما تقلقش ما تقلقش هذه ما تكون غير انتوكسيكاسيون. وعلى قد الباراسيمون؟ إيه لا ماشي باراسيون انتوكسيكاسيون معناها تسمم غذائي. يا افطرت باللبن وشويه تمر. ايه وموراها كليت شويه شربه بربعة ولا خمس حبات تاع بولاك. والله ماني شافي وموراها ضربت فيها واحدة ثم قرنوني يا محينك. وبعد الحاجة شافتني نتشها في الدوارة وزت لي ضربت شوية شوية. ايه ما كليش والو يا الحاجة. يا ونزيد لك القازوز وموراها القهوة ولاتاي والقطايف والمكسرات والقلب اللوز تاع الحشاني. انت عارفه؟ ايه ايه نعرفه. سيري سيري يا دروار حتى ثاني مرقت الحاجة عطيتها حتى خرجت لك من وذنك. يا ماشي غير هذيك، يا نحكي لك على البقسيس والهندي. كي شافوني نبغيهم في زوج اتفهموا على راسي. كي ناكل الهندي البقسيس يزعف يرفد روحه ويروح، وكي ناكل البقسيس الهندي يزعف ويرفد روحه ويروح. وكليتهم يا طبيب. هما اللي كلاوك. هو يا الحاج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الثلث للطعام والثلث للماء والثلث للتنفس. سي نورمال ضاقت فيك النفس يا صاحبي. ايماجيني تا ماشينا لافي تعمرها بالحوت دوكها دوكها بزاف، تعود ما تدور ما تحصر ما تمشي ما تحصر، هكذاك صار لك في ليستوما تاعك بلوكاج توتال. يا طبيب شوف لي حل راح نموت. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما تتقلقش يا الحاج، دوك نطلعوا لفوقا ونماركي لك الدواء وندير لك فيدونج لافاج ونعطيك واحد الريجيم شويه وعر لازم تتبعوا يا بحينك. شوف يا الحاج إذا حبيت تبرا تبعني واسمعني واش راح نقول لك. راني نسمع فيك غير قول لي برك. صح ماذا بيا شهر كومبلي تاع رمضان تاكل غير
واش نعطي لك هنايا واش الماركي ما تزيد والو. اسمع لي واش راح نقول لك. الو الماكري نعطيها لك شوربه شريبه وطريف الحب مشوي مشويه ماشي مقلي مشوي صح. وزيد سلطه زيد لها شويه خل مخلخله برك باش تطلع لك الدماغ مليح. وحبيبه تفاح التفاح الاخضر ماشي الاحمر باش تقضي عليها. وما تزيد والو وكثر الماء 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 كثر الماء. بصح قول لي طبيب هذو قبل الماكله ولا مور الماكله؟ يا حسره يا الحاج هذو ماشي قبل ولا بعد الماكله هذو هما ماكله ياه.